عين درجة الحرارة قرعة عاد الماء ما عطاوها لنا شي عباد الله ثلاثة د السوايع قرعة عاد الماء شاريناها برزقنا قرعة عاد الماء يجيبوا لنا حنا غير قرعة عاد الماء شنو هاد الناس شنو بغاو منا 40 درجة الحرارة سالينا الهضرة كفت صافي اش غنقول لك هو شوية كان صعيب شوية علينا ولكن ما حاولنا نجاوبه وصافي وكمل على الله وصافي أجواء غير عادية ماشي من الأجواء المعهود عليها بالامتحان اللي كندوزو في العادي ولكن الطريقة ديال الحراسة طريقة غير سليمة اللي كيقول لك أن كاين المرض وأن ما خصش يكون التباعد ما خصش يكونوا أساسيد بزاف اللي يحضيو وكاين أساسيد كيتعدى العدد ديالهم 16 الأستاذ في كل قاعة يعني أن هذا التلميذ اللي كان غيجاوب على هذاك الشيء كيكون عنده ارتباك في الطريقه ديال الجواب والخوف من المرض اللي كيزيد يدي على ضغوطات نفسيه على التلاميذ حنا عاد خرجنا من 3 شهور ديال الحجر الصحي كانت فيها كلها وقايه وكتجي كتلقى ان قسم فيه 90 تلميذ و16 الاستاذ ولا 18 الاستاذ يعني راه انك غتخاف حتى لو كنتي عول انك تكتب شي حاجه راك غتخاف انك تكتب شي حاجه والغريب في الامر ان الاساسيد كيخفوا على حيت لو بليبار ديال الناس اللي دوزوا معنا موظفين تبقي الاخر ماشي موظف كاين اللي انقطع على الدراسه كاين اللي عاد كيقلب على هذه يعني انهم كي ديك الموظفين اللي امثال ديالهم كيتعاملوا معهم معامله شويش ولكن التلاميذ اللي منقطعين على الدراسه وعاد راجعين باش على الله يزيدوا القدام ولا يعاونهم هذا الامتحان في شي حاجه يفتح لهم شي افاق انهم كيزيروهم بزاف وكيكتبوا منهم تقارير على اي حاجه الا طلبتي غير انك تخرج للمرحاض ولا تشرب تقرير ديالاش مناوشه او ازعاج الاصدقاء ديالك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا